أهلا بكم. تتكرر الحوادث بين الفينة والأخرى، والسبب واحد، منهم ما تسببت له بعاهة مستديمة، وآخرون أودت بهم إلى مثواهم الأخير رحمهم الله. كان من الأجدر أن يجدوا حلولا قبل فوات الأوان، ولأن ليس كل ما يلمع ذهب، ولأن ليس كل ما هو على وزن أفضل وأجمل وأحسن، بل هناك أيضا أسوأ وأقبح وأفجع. هذا ملخص بسيط جدا لسيناريو تكرار حوادث سقوط أشخاص بقناطر غير مسيجة بمدينة زايو. فعرفت إحدى القناطر الفرعية حوادث سقوط متكررة أدت بعضها إلى الوفاة، وحسب ما توصلت به زايو سيتي من معلومات، فإن هذه القناطر الغير غير المسيجة تسببت في وفاة سيدة مسنة أيضا، وإصابة عجوز بكسور خطيرة على مستوى الظهر أدت إلى نقله إلى مدينة مليليا المحتلة لتلقي العلاج اللازم. وآخر حادث كانت يوم أمس الجمعة، حيث سقط شاب عشريني بالقنطرة غير المسيجة، أدى الحادث إلى كسور على مستوى رجله. هذه القناطر تتواجد بحي آهل بالسكان، فيه أطفال شباب وشيوخ، وليس ببعيد أن أكون أنا وأنت يا من تشاهدني الآن مكان هؤلاء الضحايا، لا قدر الله. أوليس من أبسط شروط السلامة للأفراد إقامة سياج للقناطر العارية التي تتواجد وسط الأحياء السكنية، شأنها شأن القناطر المسيجة للأودية. ومع الأسف هو ما يفتقد في مدينة زايو، الأمر الذي يعرض المواطنين لحوادث سقوط بشكل متكرر. ساكنة زايو تتساءل، أين المسؤولين من كل هذه الحوادث؟ الإشكالية أنها ليست حادثة واحدة، بل حوادث متكررة تجاوزت الثلاث حوادث في وقت وجيز جدا لا يتعدى الأسبوع الواحد. أليس من الأولى تسجيج هذه القناطر التي أصبحت تشكل خطرا على الساكنة وتهدد سلامتها؟ من المفترض أن تسيج من البداية هذه القناطر، ولا ننتظر حتى تكون هناك حوادث لنتحرك. أين دور الجماعة المحلية بكل أعضائها وكل من موقعه ومنصبه؟ أم أن ساكنة زايو تراهم فقط في كل موعد انتخابي، ثم يختفون ويظهرون عندما يحتاجون إلى ورقة في صندوق الاقتراع؟ هل مدينة زايو تحتاجهم فقط يوم الاقتراع؟ أين هم من مشاكل هذه المدينة التي تتجدد كل يوم؟ أوليس المفروض تواجدهم مع الساكنة في كل الظروف وكل الأحوال؟